1 minute. السلام عليكم، اليوم رح نحكي عن النخالية الوردية بيتيرايسيس روزيا، اسمها بالانجليزي احلى. النخالية الوردية هو مرض التهابي جلدي حاد، والحكه فيه بتكون قليلة المشاهد. يظهر بشكل طفح متناظر على الجلد، يشيع في الخريف والشتاء، ويعزز سببها العوامل جسومية أو فطرية أو حتى فيروسية. والفيروسات المسببة أكثر اتهاما بتسبيب النخالية هي الهربسية، من خصوصا بالنوع 6 و7. يبدأ الطفح ببقعة يسموها بقعة الطليعة، لتتذكروها تذكرون هذه الطليعة، هو حوافها حمراء وجوا في وسوف بيضاء، وهي اندفاع وحيد حمام بوسوف مركزية. غالبا تظهر على الجذع، بعد عدة أيام لأسابيع تظهر الاندفاعات المرافقة وتكون أصغر. مع تمدد الاندفاعات بشكل متناظر وأخذها لخطوط الجلد، شكل خطوط الجلد تعطينا منظر الكريسمس تري اللي شجرة عيد الميلاد. خلينا نشوف في عنا تشخيص تفريقية لهي البقعة. في عندي اندفاعات دوائية دراك إيروبشنز وجوتيت بسورياسيس صداف نقطي وبيتفرق بشكل واضح عنها. التينيا كوربوريس سعفة الجسم، لاحظوا منظر الهدف ما بيضيع حدا. السيكندري سيفليس هو الفرنج الثانوي كمان ما بيضيع حدا، وفي علامة تانية انه السيفليس الثانوي ما بيكون فيه ضخامة عقد، بينما الوردية ما بيكون فيها عقد. يسير المرض نحو الشفاء العفوي خلال أسابيع ل 12 أسبوع كحد أقصى. العلاج هي ما أنه محددة لذاتها وتشفى بنفسها، فالعلاج حيكون عرضي. إذا كان في حكة بنعطي مضاد هيستامين فمنخفف الحكة. عاملة كالوردة كالروز، ليش؟ لأنه هي من خلال الاستحمام من خلال الصوابين فتتعرض لتخريج فبتزيد الآفة، فلازم نخفف من هاي القصص. بنستخدم عليها اللوشنز، مرطبات، مطريات. هون بنتهي درسنا اليوم، بتمنى لكم كل الفائدة.